في 11 من تشرين الثاني أي 11/11 التخفيضات والعروض تكتسح الأسواق عالميا وفي لبنان، فما قصة التخفيضات وراء هذا التاريخ؟ بتعرفي شو السينجلز داي؟ سينجلز داي؟ يعني واحد يكون أعزب مش هيك؟ شو بيصير؟ العزوبية؟ بتعرفي شو بيعملوا بهذا النهار؟ بيودعوا العزوبية. بتعرفي شو هو السينجلز داي؟ لا بس سمعت فيه من يومين، كان مبارح اليوم صح سينجلز داي مزبوط. بتعرفي شو بيعني؟ بيحتفلوا يلي منهم مرتبطين بيحتفلوا بحالهم يعني مزبوط؟ 11/11 العروضات والتخفيضات من لاي الدنيا بالأسواق وأونلاين كمان، ولبنان مثله مثل كل البلدان. بس شو في اليوم وشو خاص ال 11/11؟ التاريخ حلو صحيح بس في خبرية وراء، والخبرية بتقول أنه 11 نوفمبر هو السينجلز داي أي يوم العزابة بالعالم، وبهيدا النهار يلي كانت انطلاقته من الصين بيدلل العزابة أنفسهم وبيشتروا الهدايا لحالهم. بلبنان وين ما تمشوا بالأسواق وين ما تعملوا سكرولينج بتلاقوا في سيل بمحلات التياب بالسوبر ماركتس. كيلو التفاح ب 59,990 ليرة، حبة الآيسبرغ ب 39,990 ليرة، بمحلات الأدوات الكهربائية وغيره من 20% ل 60% ل 70%، عدة أسعار عدة أصناف مش كله مثل بعض. يعني احنا عاملين 10 day sale بلش من امبارح من 10 نوفمبر ل 20 نوفمبر. بننقي تقريبا اكثر الايتيمز اللي عليهم طلب بالمحل، بنعمل عليهم سيل كمان الزبون يستفيد من هيدي السيلات. هالتخفيضات اسمها للعزابه بس الكل عم بيستفيد منها. في قطع بال 40 صح، بال 40 صارت بال 19 كثير حلوين. اليوم عاملين عروضات الهيئه بالصدفه، انا جايه ما معي فور 5000 ضمه البقدونس، اسعار روعه. ايه وبالاخص الخضره يعني كتير منيح الأسعار اليوم. إيه وهيدا شي بيناسبنا. عم نعمل شوبينج، عم ببرم لأشياء حلوة للولاد بكير قبل الأعياد، والحلو أنه كله مهتم بالأسعار وموطي أسعاره وأفوردبل. الأسعار المدروسة وهالسيل بتاريخ 11/11 ما رح يكونوا شيء قدام التخفيضات الكبيرة الأسبوع المقبل يلي رح توصل لل 80% و 90% بمناسبة البلاك فرايدي. فيلا حضروا الجيبة لتستغلوا الفرصة وتستفيدوا من التخفيضات قد ما فيكن.